برنامجا واضحا ولكن يخلو الوقوف الزمنية حقيقة لمدة تنفيذ هذه الوعود التي أطلقها. هنالك أولويات قد صدرت من السيد السوداني بالإضافة إلى إغفاله لأولويات كان من المؤمل أن تكون في صدارة برنامجه السياسي. من ضمن الأولويات التي تصدرت امتصاص البطالة، القضاء على البطالة، تحسين الأمور المعاشية للإنسان العراقي بالإضافة إلى إصلاح المجالات الصناعية والزراعية أو إعادة الحياة لها باعتبارها مورد موازي للنفط للميزانية العراقية والموازنة العراقية. نحن معه بهذه الكلمات، ولكن أعتقد بأنه كل برنامجه السياسي الذي تكون من 29 مفردة فصل، بالإضافة وأنت تعرف بأنه البرنامج السياسي السابق للسيد عادل عبد المهدي كان يتكون من 121 مفردة، وهنالك سقوف زمنية يجب الانتهاء من هذه المفردات. السيد السوداني لم يعطي سقف زمني. نحن نعلم بأن هذه الوعود وعود كبيرة حقيقة، ولكن تحتاج إلى فترة زمنية طويلة لتحقيقها. السيد السوداني لا يملك حسب الاتفاق إلا سنة واحدة لإجراء الانتخابات، وعد بإجراء انتخابات سريعة، إجراء انتخابات في مدة أقصاها السنة. أعتقد أن هذه السنة غير كافية لتطبيق هذه الوعود، وبالإضافة إلى شغلة أخرى من ضمن الأولويات فاتني أن أذكر هو تغيير سعر الصرف دولار. جميع العراقيين ينتظرون هذه المفردة باعتبار أن سعر الصرف يؤثر على الحالة المعاشية للإنسان العراقي. أنت تعلم بأن ارتفاع سعر الدولار يعني أنه سرق من رواتب مرتبات الموظفين ومن مرتبات وأموال وما يخرج من العمل اليومي لأي إنسان عراقي، حتى العامل الطين عامل العمالة أيضا تذهب منه هذه المبالغ قليلة بسبب ارتفاع سعر الصرف. أعتقد بأنه النهايات السيد السوداني سائبة لإتمام هذه المسائل، بالإضافة إلى مفردة أخرى وهي مفردة الاتفاق الصيني، وهو اتفاق اقتصادي كبير كان يتوجب عليه أن يضعه في أولوياته، ولكن حسب ما سمعت قبل دقائق بأنه الولايات المتحدة تبارك للسيد السوداني. هذا معناه بأنه الولايات المتحدة تقول ابتعد عن قضية الصين باعتبار هنالك حرب صينية أمريكية اقتصادية غير معلنة حقيقة، وتمنع تدخل الصين في المجال الاقتصادي العراقي، المجال الاستراتيجي يعتبرونه في الولايات المتحدة الأمريكية، يعتبروه مجال استراتيجي لهم، فلذلك سيبتعد السيد السوداني، قد لا يقترب من مسألة الحزام والطريق وميناء الفاو بالإضافة إلى الاتفاق الصيني. ولكن نحن نتأمل من وزراء الجدد أن يقوموا بما عليهم لخدمة الشعب العراقي. أعتقد الكثير من الأسماء مخيبة للآمال لأنه تعبر عن إملاءات حزبية حقيقية. مثلا وزير الخارجية.